هذه هي الكتب التي درستم بها في صرح ثانوية الإصلاح الإسلامية. ماتماتيك، سيونس دو لا في، شيمي، ليتراتور، تاريخ، جغرافيا، أدب عربي، فلسفة، تربية وطنية، كل هذه الكتب كانت جديدة تصبح قديمة في اللحظة التي تنجحون فيها في الامتحانات المدرسية والرسمية بإذن الله تعالى. بعد ذلك إما أنكم تهدونها أو تبيعونها. كل الكتب في كل المراحل الدراسية إلا كتابا واحدا هو القرآن الكريم، هو قبل كل الكتب وفوق كل الكتب، هو الذي ينبغي أن يبقى معكم على امتداد حياتكم. ضموه إلى صدركم، ضموه إلى صدركم، واكبوه في شبابكم ومشيركم. صادقوا ما كتب الله لكم من حياة، هو دستوركم وهو نبراسكم وهو قائدكم وسائقكم إلى الجنة، هو الذكر الحكيم، هو حبل الله المتين، هو الصراط المستقيم. طرفوا بيد الله، طرفوا الآخر بأيديكم، فلا تهجروه. ابنوا علاقة محبة ووئام، لا علاقة إعراض وهجران. كلما قويتم مع القرآن قويتم في حياتكم، كلما هجرتم القرآن ضعفتم في حياتكم. ثانوية الإصلاح الإسلامية، قرار الأسرة المسلمة.